كل أم اليوم هي معروفة بالعطاء، وهي الصفة موجودة عند الأم القادرة على أنه تقدم العطاء على طول لأبنائها وكل شيء حواليها، لحتى خصوصا لحتى يقدروا هنن يطلعوا منها ويتأهلوا ويبلشوا مسار نجاحهم لحالهم. واليوم السيدة واليوم ضيفتنا هي أم وشريكة نجاح مع بنتها، وهي أيضا كانت ملهمة لكل سيدة اليوم بدها تبدأ أو تسعى لحتى تبدأ مشروعها الخاص. أكيد يا عفاف، عم نحكي عن ضيفة من ضيوفنا اللي خلال سنوات بدأت مشروعها الخاص وقدرت فعلا مثل اسمه ألوان سورية أنه هي تجمع سيدات من كل المحافظات السورية ومن كل المهن اليدوية والمميزة، وقدرت أنه هي تساعدهم لحتى يبدأوا خطوتهم الأولى بالنجاح. وكنا نحن طبعا شركاء معهم، تعرفنا كثير على سيدات منهم وكانوا ضيوفنا بصباحنا غير. اليوم عم نحكي عن السيدة رنا طباع اللي هي أسست بازار ألوان سورية، وبنفس الوقت عن تجربتها كأم وكداعمة للمشاريع الصغيرة، واليوم بصرنا مو بس تكون هي معنا وبنتها اللي هي شريكة لها بالمشاريع الصغيرة، وأيضا هي بتدير معاها بتنسق معاها طبعا القسم الأعمالي والتواصل بالبازار لينا بلسي. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. صباح الخير وأنتم بألف خير. صباحك يسعد صباحكم. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير أنا أول شيء، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم سيدة رنا. اليوم عم نشوف نموذج كتير حلو ومميز، الأم وبنتها شركاء بالنجاح وبتحقيق هاي المشاريع. كيف كانت تجربتك مع لين كشريكة مو كبنت؟ يعني انت بنتي وحبيبتي وعيني وروحي، بس البزنس بزنس والشغل شغل. خبرينا عن هاي التجربة. هلأ لين أوقات في فترات معينة أنا بتعلم منها، يعني نحن ربينا ووصلت لمرحلة كتير أخذت وسمعت، فبحسها كتير راكزة زيادة عن اللزوم وكتير بتفهم هيك علي. فحبيبتي يعني انبسطت أنه هي معي، بتقولوا سند، يعني دائما الأب سند، الأخ سند، الطفل الولد سند، بحاجة تكوني معك روح منك تفهم عليكي. فكتير كنت مبسوطة أنه صارت معي حبيبة قلبي. أكيد الله يخليكم لبعض، وهي العلاقة الحلوة والشراكة والنجاح. بدنا نصبح على لين ونقول لها أهلا وسهلا فيكي لين. تعودنا فيكي. دائما الست رنا بتجيب لنا من خليني أقول المشتركات بالبازار واللي كلهم بتعاملون على أنه هنن أخواتها وشركائها وكمان أولادها. خلينا نأخذ هيك الوجه الحقيقي للأم والشريكة بالعمل، كيف توصفي لنا هالتجربة؟ أكيد تجربة كتير 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 حلوة. يعني أنا مع ماما من وقت ما هي بلشت من الصفر. أنا كنت معها، صحيح كنت أصغر، بس كنت معها خطوة بخطوة وكنت شوف شو هي بتعمل وكيف طورت حالها، كيف بلشت أول شيء مع الجمعيات الخيرية، وكانت كتير تساهم بقصص كتير حلوة وإنسانية ولهلأ طبعا أكيد. بس كمان اختارت أنه كمان طريق شغل لإلها، وأنا كنت فيه من الأساس من الأول. كان شيء صغير وكبر مثل ما كل هالعالم اللي عم بيشاركوا معنا بالبازار عم يشاركوا بمشاريع صغيرة وإن شاء الله بتكبر مع الوقت. فأنا كتير كتير عن جد يعني مبسوطة كتير أنه أنا مع ماما بهذا الشيء من الأول. وأكيد كنت أصغر فما كنت كتير تابع الأمور بتفاصيلها، بس هلأ كثير اختلف الموضوع علي. يعني سيدة رنا، اليوم يمكن كل أم بتشوف بنتها هي الطفلة المدللة اللي ما خرج، أنا ما بدي حمل مسؤولية، أنا ما بدي شغلها بالبيت، أنا بدي أتركها دللة. كيف قدرتي اليوم توثقي بقدرات لين وتعطيها هي المسؤولية الكبيرة بمشروعك وتسلميها إياها بدون ما أنه يكون عندك مثلاً شوية خوف أو شوية حذر أنه خلص بنتي أنا بدي أعطيها المسؤولية لهذا المشروع؟ أول شيء لين كانت عندها عمل معين، يعني كانت تشتغل ضمن مجال معين، وهي من التيم اللي بلش من الصفر، فوقتها كانت أثبتت حالة تماماً. وحبيبتي اشتغلت من قلبك تشوفها لين المدللة كيف تفيق الصبح، كيف تتحمل مسؤولية، كيف تتابع بقلبها وجهدها. فهالشي كان عندي ثقة كبيرة إنها تدوق دود، وبعدين هي اللي قالت لي أنا معك ماما.
هلا بطلتي تشوفيها مدللة ولا خلص سلمتيها القيادة؟ دائما مدللة وهي الاثنين مدللين قائدة ومدللة. هو الدلال ما بس يعني الدلال هو قوة كمان بيعطي طبعا. لما انت بتعطي الطفل او الطفلة دلال بتمنحيه القوة والشخصية القوية، مو دلال المفرط. صحيح. في دلال الحنية طبعا. كم الحنان والتقبل متابعة. النصيحة والمتابعة بأقل تفصيلة صغيرة يعني دائما معنا كانت عن جد هي وبابا الله يخلينا ياهم حبيبة. آمين يا رب. اليوم مو بس الأم بتعطي هيك سر دائما خاص، وكل أم إلى تعابير الخاصة عن الحنان والحب والدلال اللي بتمنحه لبنتها، كمان البنت الشريكة اليوم كمان إلى وصفتها الخاصة كيف تقدر تنجح. اليوم بجوز انت تعطي رأي لشخص عم تشتغلي معه ما فيها المشاعر، في حيادية، فبتقدري تعطي رأيك بكل صراحة ما بتخافي. بينما بجوز واحد شوي مع أهله بيكون حذر، يا ترى إذا قلت ممكن ضايقهم بهالشيء أو لا. شو مفاتيح النجاح بالشراكة بين الأهل؟ هلأ أنا من وقت ما كنت صغيرة كتير بفهم على أهلي، يعني كتير خصوصي ماما، يعني كتير بنفهم أنا وياها على بعض. فمثل ما قلت لكم قبل شوي أنا معها من الصفر، من قبل ما أنا أصلاً أكون من التيم، فأنا معها، فأنا بعرف هي كيف بتفكر وشو بتحب وشو ما بتحب. بنفس الوقت هي بتعرف أنا كيف، وعندها ثقة كبيرة فيني والحمد لله، يعني هذا الشيء كتير ساعد أكيد كتير ساعد. فما بحس ولا مرة يعني حسيت إنه في شيء مثلاً سوء تفاهم بيني وبينها، أو شيء مثلاً أنا كان بدي إياه هي ما بدي إياه. الحمد لله ما بعرف هيك ميسرة كانت من الأول. يعني كمان ما بدنا ننسى إنه هون في عنا حالتين وجيلين مختلفين أكيد عن بعض، أكيد في اختلاف بوجهات النظر عن إن كان من خلال العمل أو نظرتكم للحياة أو نظرتكم حتى للأشخاص. يعني اليوم الأم إذا بتقول لبنتها هاي رفيقة أنا ما بدي إياها إليك، وبنتها ممكن ما تسمع منها وبعدين تكتشف إنه هي الصح. 100% الأم بتقلنا بلالك هذا الشخص، لين ممكن تقولي لأمك إنه أنت كمان بلالك هذا الشخص، أو كيف تكونوا تتفقوا بوجهة النظر أو تكونوا مؤثرين بطريقة إيجابية أكيد. مع هذا الاختلاف طبعا. أكيد إيه. يعني كتير طبيعي بيناتنا الشيء، وأنا بقول لها يا هي بتقوله، ودائما إحساسنا مشترك بيكون كتير دائما. يعني أي شيء بيصير أنا بقول لها يا مثلا، بقول لها يا ماما هيك هيك انتبهي بده يصير هيك مثلا، هي دائما بتسمعني وبتقلي إيه معك حق بجوز إنه إيه. بنفس الوقت هي دائما لما تقلي الشيء عن اي شيء بالعالم مثل المثال اللي ذكرتي او شيء بالشغل، كمان نكتشف بعدين انه عن جد طلع معها حق، فهي بتاخذ مني وانا كمان باخذ منها. شو ترتيبك بالعائله لين؟ انا اصغر وحده، عندي اخت اكبر مني. طيب خليني اسالك استاذه رنا، اليوم كمان هيك قبل ما نختم، في كثير سيدات كانوا معك هن شركاء بهذا النجاح وبمشروع الوان سوريه، وسيدات اعطيتيهم الفرصه لاول مره، ومنهم كانوا مع اخواتهم او مع اولادهم كانوا عم يجوا على البازار وعم يشتغلوا معاهم. هي التجربه شو بتحبي اليوم توجهي رساله لكل ام ولكل سيده بلشت مشروعها الصغير؟ سيده عيدك هو لما بتكوني عم تعملي شيء لنفسك، انت بتشعري الحياة كلها عيد، لانه ما مو مجرد ام ربيتي وعملتي وكنتي مسؤولياتك بالبيت. الام لازم تعمل شيء لحالها لما بيكبروا اولادها، بتكون هي فخوره بحالها قد ما كان الانجاز او العمل صغير، بس بتحس بشعورها ارضاء للنفس، بتحس حالها انه انا عملت شيء مليت وقتي غير تربيتي لاولادي، وبتملي وقتها بالحقيقة. يعني فبقلها لأي سيدة بس أي شيء تتقنه أي شيء تعمله، ما تضل قاعدة بالبيت هيك عم تفكر بشغلات سلبية أو شيء، أو ممكن تشتغل هن مع التيم مع أولادها وعائلتها، تساعدهم بعملهم. المرأة المنجزة هي كل شيء كل شيء بالحياة. صحيح. لين شو بتحبي توجهي رسالة لكل الأمهات اليوم مو بس للسيدة رنا؟ أول شيء كل عام وهنن بخير، و يعني عن جد لازم يحتوا أولادهم مثل ما ماما بتحتوينا وبابا بيحتوينا أكيد. كتير كتير باخد منهم، كتير أخذت منهم، وكمان أنا بعطي مو بس هنن بياخدوا، ولازم دائما الطرفين يكونوا هيك ومعطائين وبحبوا بعض بيحتوا بعض، والله يخلي لنا ياهم.
شكرا لك. اكيد بالختام بدنا نشكر وجودكم معنا، المثال الحلو والمميز والمختلف للام وبنتها وشركاء العمل. شكرا لك سيده رنا الطباع. شكرا لك لين. شكرا كثير لكم، كثير حلو. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا وينعاد عليكم بكل خير وانتم بالف خير يا رب. شكرا كثير.